بعد حصار زاد عن العام، الجيش الحر في إدلب يعلن عن بدء معركة الزلزلة لاقتحام معسكري وادي الضيف والحامدية الواقعين على مشارف معرة النعمان، أكبر معاقل النظام في محافظة إدلب، واللذين ينطلق منهما الصواريخ والقذائف التي تقصف بشكل يومي جبل الزاوية ومعرة النعمان وما حولهما. نحن في معركة الزلزلي نقوم بالهجوم على وادي الضيف ومعسكر الحامدي وعلى استراد حلب دمشق. طبعا أهمية هذه المعركة بالنسبة للسوار هي تدمير أكبر معقل للجيش في الجنوب في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب والانطلاق منه لتحرير محافظة حماة. بلغت شدة المعارك ذروتها في محيط معسكر وادي الضيف وعلى طريق الموت عند قرية حيش وبابولين. خلال هذه المعركة حتى الآن تم تدمير مدفع فوزديكا بمعسكر وادي الضيف، وتم تدمير دبابي T-72 في معسكر بسيدة، وتم تدمير عربي مزنجرة BMP، وتم قتل في معسكر بسيدة ملازم أول زائد 8 جنود، وتم خطف في معسكر الناصح عميد ضابط برتبة عميد. استخدمت خلال المعركة الأسلحة الثقيلة والصواريخ وقذائف الهاون، حيث استطاع الجيش الحر تدمير عدد من الآليات والعربات المدرعة، في حين لم يتوقف جيش النظام عن قصف القرى والبلدات المحيطة. تقريبا عام على معركة تحرير معرة النعمان تعرض وادي الضيف لأكثر من عملية تحرير، لكن كل هذه العمليات باءت بالفشل بسبب عدم الإعداد المناسب لها. من جانبه قام طيران النظام الحربي بأكثر من طلعة جوية لفك الحصار عن معسكراته. معركة الزلزلة كما سمتها المعارضة المسلحة هنا ما زالت مستمرة، والاشتباكات تزداد ضعوة مع قوات النظام في محيط معسكري وادي الضيف والحامدي. يقول عناصر الجيش الحر هنا أن نجاح معركة الزلزلة سيكون مفتاحا لتحرير محافظتي إدلب وحماة وكسر القبضة الحديدية التي يفرضها النظام السوري على المحافظات وسط سوريا من داخل معركة الزلزلة. علاء الدين صلال، العربية.